300 ميجا وات راح تدخل للعراق بعد افتتاح خط الربط التركي اليوم. هسه قد يعتبر هذا إنجاز لأنه المشروع كان متعثر من 20 سنة، لكن هل ستشفع هذه الحلول لوزارة الكهرباء في ظل الغضب الشعبي والتظاهرات اللي ملت الشوارع هنا وهناك بسبب نقص تجهيز الكهرباء وعدم استقرار الطاقة؟ وهل ستشفع لوزيرها اللي ينتظر استجواب برلماني بعد في طور جمع التواقيع والإجراءات الروتينية وصولاً لتحديد الموعد؟ والمشاع حالياً أن النائب المستجوب يمتلك الوثائق الكافية ومجهز بالأسئلة اللي راح تطرح على الوزير. شوي أقفل أصلاً والله العظيم وزير الكهرباء ما يحتاج واحد يسأله، يقعد بالبرلمان يقول له أنت فشلت، الله محمد عليك، وهذا المفروض اللي يصير للوزير، هو هذا المفروض. وكل وزراء الكهرباء لازم يجي يقعدين بالبرلمان يقول الله ياك، يلا روح لاهلك، يلا عمي روح لاهلك، وطير رواتبك اللي اخذتين، وطير الامتيازات اللي اخذتين، والمفروض يروح للسجن همه، المفروض ما يروح لاهله، لان هو قبل يتحمل مسؤوليه وزاره، وهاي الوزاره بها هاي المشاكل. خب من البدايه تدري انت الكهرباء ما عندنا، ان من رحت برشح نفسك وزير كهرباء، خو اقول بويا ما اقدر، اساس التكنقراط ومهندس وما اعرف ايش، مو بس الموجود حاليا، الموجودين السابقين. الغريب انه حتى الشعب العراقي سواهم رؤساء، يعني انتخبوهم ورجعوا وصار واحد منهم صار رئيس كتله بالبرلمان. رئيس كتله بالبرلمان وهو فاشل بالكهرباء. لا تحاسبونه بس لا تنتخبوه. زين، قد تكون ابرز التساؤلات المطروحه حاليا هي كيف يتم توزيع 14 مليار ونص تقريبا، وهي موازنه الكهرباء، وتعادل موازنه الاردن الدوله المجاوره انه، واللي هي الأخرى الآن عندنا وياها مشروع ربط لتزويدنا بالكهرباء، هي موازنة الكهرباء بقد موازنتها، وإحنا نأخذ من عندهم كهرباء، بالإضافة إلى موضوع استيراد الغاز والأربع مليارات اللي تصرف سنوياً عليه. ورغم هذا واقع الكهرباء متردي إلى أبعد الحدود، وشلون تم توظيف 300 مليار دينار اللي منحها السوداني لحل هذه المشكلة الآنية؟ فهل هناك حل للكهرباء يا وزارة الكهرباء؟ لو نسلم واقعنا وأمرنا لله.